الكويز مجموعة من الأسئلة كريم، كنت متحفظ معايا برشا في الحوار، ما تكونش متحفظ توا تعطيني الأسامي، تخوف يا إسلام، تعطيني الأسامي ما غير تخمم برشا، جاوبني باسم. شكون تعتبر اليوم أفضل مقدم برامج رياضية في تونس؟ شو نقول لك، نعرفهم كل علي أصحابي، علاقتي بهم طيبة لكلهم تقريبا. اللي يعجبك، اللي يروق لك، اللي تميل له. كلهم ناجحين يعني. ما دخلناش في العلاقات، معناها العلاقات مش فاهمين فيهم، الناس كل أصحاب لهنا. أنت شكون اللي يعجبك؟ اسمعني، برنامج نعرفك خويا راك مميز وتشارش لو بوز، خدمتك هذه تو الاعلام الكل في العالم هذا تو قاعد يهمني رايك. نعرف، اما انا ما نجمش نقول لك ساعات فما فما مؤاخذات على البعض، وساعات مش نقول لك ترى احسن واحد احسن مقدم برامج تو في تونس عادل، على خاطر عادل برنامج اكثر مشاهده قويه، احسن برنامج دونك التاسع سبور يكون بنسبة مشاهدة اكثر يعني، حتى بديع راو الكونسيبت اللي عامله مميز جدا، ولكن ما يهمنيش في نسبة المشاهدة، يهمني اكثر في رايك. قاعد الكونسيبت اللي قاعد يعمل يعني الكونسيبت متاع بديع انا شيخ عليه برشا، حاجة جديدة يعني على الاقل. اي مع سي خالد حسني نوجه له تحية كبيرة، ومع قيس قاعدين يخدموا في خدمة حلوة برشا. شكون المعلق اللي يعجبك اليوم؟ أنا بدأت ما قلتلكش أحسن معلق، قلتلك اللي يعجبك أنت، اللي يروق لك. تعرف أي دبلوماسي؟ لا 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 مش دبلوماسي، باش نقول لك حاجة ما يسالش، خليني نكون معك صريح. قل لي الماتشوات الصعاب ليغ دي شامبيون برشا مرات نتفرج بالإنجليز، ما تتفرجش في حتى نو خاطر نتفرج خاطر عصام أيقونة راه عصام ولا عصام يعني ما يعني شاتي في مجروح اخويا وصاحبي نمبر 1 يعني أيقونة يعني بالحق راه يعني سوبر ستار رؤوف نفس الشيء صاحبي اخويا ونفس الشيء هذوما الزوز هما التوانسة شكون اخر ما هاني قلت لك ساعات حجم ستريس يبدا برشا عياط برشا صياح ان ما عادش نجم تبع ماتشات في تونس قلت لك بالك شكون المعلق تشوف يخدم في تونس قادر يعمل مسيرة به أني الصحباني و... 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 ورفقي ورفقي بوسات اي رفقي خاطر هذا ما تقابلت اما رفقي حتى مره الوالد مره يحكي معايا في قال لي هكاك قال لي يعجبني الوالد اسمه رفقي بوسات تحيه ليهم الزوز به سورتينا صحه في ميدان تشوفوا متالق ما تستحضرش اسمه لا لا ها خليني نذكر نتذكر اذا في الراديو يسمي نو 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 شو اسمه وين يخدم خلينا نعاود انيس الزيتوني امير الزيتوني امير الزيتوني امير الزيتوني امير الزيتوني وحتى اسمعني راه احيانا يعني مش نبداو منصفين زادة تعجبني الطريقة نتاع احمد الصالحي احمد الصالحي احمد زادة عنده ستيل خاص به هو ستيل خاص به هو مهم جدا يكون عندك ستيل تاعك زاد احمد مميز جدا صحيح باه تو باش نحرك شويه احراج ندخل في الملاعب خارج الاعلاميه شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ ما عنديش حتى واحد ما شكون ما عنديش افضل لاعب جابته تونس عادي حمروني ملاعبي في البطوله اليوم تشوفه قادر ينجح في اوروبا قلت ما عنديش اقرب لاعب ليك علي الزيتوني اقرب مدرب ليك علاقتي كل طيبه بيهم يعني ما عنديش يكون علاقتي اللي نعرفهم الناس اللي نعرفهم اصحابي شويه يعني مدربين علاقتي كل طيبه بيهم اقرب اعلامي ليك بلال علويني معز بولحية افضل محلل فني اللي يقنعك في وقت من الاوقات منصر كان الوحيشي وتوا ميسيلش ممكن تسمي لي ميسيلش يعني توا طول الوقت الراهن سمح اللي يخدموا في التلفاز خالد لمولي سمير السلمي خالد به رضوان الفرحي سمير به قيس زاد يحكي كورة مش تسمي لك باش تقول الكل به لا 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 ما سمير 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 قيس ملهي هاي هذا شكون يا اخر في تونس انا برنامج تحب تخدم فيه أنا تمونكي أول ما قال لي معز بولحية راهو راجع لحد الرياضي قلت له معز صراحة يعني برنامج كبير برنامج عنده تاريخ برنامج
عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، فمبروك وجو هيد. هم خسارة يعني، ما همش قاعدين يستغلوا فيه كيم يعني، يحس في نفسي خاطر ننتمي للمؤسسة هذيك أنا اللي هي اللي علي الفضل، فضل التلفزة التونسية علي يعني. نشوف ساعاتي حاجات يعني بوميو فير على الاخر. يعني برنامج مستحيل تخدم فيه دا سبور على يا باشا في الاخراج قال لي فير بلاي. مستحيل يعني، ما ماكش بتجاوبني انا حسب خبرتي معاك في الحوار ماكش بتجاوبني. والله يا سلام، انا قلت لك يعني نتفرج راهو نحاول، ما عنديش هاني قلت مؤاخذات اللي عندي على بعض البرامج ساعات في ال في ال في ال في التحليل الفني لبعض الجوانب، كيفاش ياخذوها كيفاش يطرحوها، ما عنديش حاجه مستحيله. لا فمش مستحيل. كانت هذه لوكويز. لوكويز.